بادر لأجل الوطن، حملة أهلية لدعم الجبهات المحاربة للاستبداد. حملة بادر اجتمعت فيها القلوب قبل الأبدان، وتجسدت فيها روح الثبات والتعاون على حب الوطن ورفض عسكرة الدولة. بادر التقى فيها الشيب والشباب، الصغار والكبار، الرجال والنساء، لدعم مدنية الدولة ونضال لا عودة للحضيرة الأولى. حملة بادر دعوة للشباب المرابطين المدافعين عنا وعن حريتنا من بطش عتات الطغيان. بادر لأجل الوطن تستقبل التبرعات العينية والنقدية والصكوك المصرفية بمقرها معرض مصرات الدولي على مدار الأسبوع. حملة بادر نصل بأمانات المتبرعين إلى الخطوط الأمامية في الجبهات لنحقق هدفنا لتكوين خطوط إمداد متينة وسريعة. يشارك في بادر الحرائر والرجال لدعم الجبهات إسهاماً في الحفاظ على حلمنا ببناء دولة آمنة تنعم بالحرية والاستقرار، وفاءً لتضحيات الشهداء الأبرار. بادر لأجل الوطن، لأجل أن نوعي جنودنا ونحفظ مكتسباتنا.